Hi, this is Kenny G, and here's my new video called Silhouette, and I hope you like it. Thank you.
السلام الوطني للإمارات العربية المتحدة. The National Anthem of United Arab Emirates. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، أصحاب السمو الشيوخ، أصحاب المعالي والسعادة، الطلبة وأولياء الأمور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفنا حضوركم اليوم لحفل تخريج طلبة جامعة المدينة بعجمان دفعة 2023، ويسعدنا أن نبدأ هذا الحفل بعرض فيلم قصير عن الجامعة. لقد تبوأت جامعة المدينة في عجمان مركزاً ريادياً في مجال التعليم والابتكار والتقدم العلمي، وبالنيابة عن مجلس أمناء الجامعة أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لخريجي دفعة 2023، كما وأننا نفتخر ونعتز بإنجازات خريجينا وتطورهم الأكاديمي المستمر على مدار مسيرتهم العلمية والأكاديمية، ونحن على ثقة كاملة بأنهم سيكونون قادة متميزين في سوق العمل، وسيكون لهم الأثر الكبير في التقدم الاقتصادي والعلمي والتنموي لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وللمجتمعات العربية والعالمية. City University Ajman in its 11th year is forging ahead and continues to strive for institutional excellence. The university's current strategic priorities are in alignment with the four pillars of the Ministry of Education's National Higher Education Strategy, which are academic excellence, student-centered learning, research ecosystem, and quality governance. We appreciate the ministry's operational framework of excellence to foster institutions of higher education in the UAE advance towards achieving global prominence. We are expanding our academic portfolio, which includes competency and emerging technology-based programs.
micro-credentials, and interdisciplinary studies. This is to champion a quality education that is centered around employability. For internationalization, we have embarked on international accreditations and ratings and have launched initiatives extending opportunities for exchange programs and research collaboration. Our efforts are enriching our students' educational experience and positioning our university as a hub for global intellectual exchange. I humbly express our gratitude to His Highness Sheikh Humayd bin Rashid Al Noaimi, a member of the UAE Supreme Council and the ruler of Ajman, and His Highness Sheikh Ammar bin Humayd Al Noaimi, the chairman of Ajman Executive Council and the Crown Prince, for their visionary leadership and unwavering support towards the educational sector in the Emirate of Ajman. This serves as a constant source of encouragement and inspiration to strive for excellence and embed it into our work philosophy. لقد زودتني جامعة المدينة عجمان بالخبرات العلمية والتدريبية مما زاد في مهاراتي وجعلتني أفكر بطريقة نقدية وابتكارية. نحن نعتز ونفتخر بطرائق التدريس الحديثة المتطورة التي نطبقها وفقا للمعايير العالمية والتي ترتقي بالأداء العلمي والفكري للطلب، وهذا يشمل الجوانب المعرفية الرئيسية للمتعلم والتي تنطوي على التفكير النقدي والفكري والتعلم المشترك. The extensive resources and the competency-based education at City University Ajman have allowed me to delve deeper into the subject matter. And today, I stand as a testament to the power of education and academic support that this university provides. إن أعضاء هيئة التدريس بخبرتهم العلمية والعملية زودوني بالمعرفة التي جعلتني مؤهلة للدخول إلى سوق العمل بكفاءة. إن رؤية جامعتنا الشاملة ذات التوجه العالمي والمنبثقة من أهدافنا التي تمثل ركيزتنا في التنوع المنعكس في الثقافات العالمية، وإن تلاقي وجهات النظر المزدهرة في حرم جامعتنا تهيئ وتصقل خريجيها للنجاح والتألق والتنوع المعرفي في مستقبل المتغيرات العالمي ليكونوا رواد الازدهار والتقدم. إن التنوع الثقافي في الجامعة هو أسلوب حياة ومنهج عمل فتح آفاقي الثقافية والمعرفية وأضاء لي طرق العالم اللامحدودة وعدني لأكون الإنسان المستقبلي الشامل. لقد هيئت لنا الجامعة الموارد اللازمة لإعدادنا بشكل متكامل وعززت الروح التعاونية بين الطلاب ومهدت لنا أيضاً الطريق لرحلتنا المستقبلية بثوابت وأسس علمية تعتمد على البحث والإطلاع لفهم العالم بطريقة أفضل. The internship opportunities at CUA have been a game changer. The practical experiences I have gained in my field have set me apart in the job market. On behalf of the City University Ajman community, we extend our heartfelt congratulations for this milestone achievement to the class of 2023. These 419 graduates now join a proud community of 3,300 alumni who are poised to make a positive difference in the emerging interconnected world. I graduated with more than just a degree. I am career ready. في هذا الصباح نحتفي بتخريج الدفعة الثامنة من طلبة جامعة المدينة بعجمان، ونستهل حفلنا هذا بكلمة ممثل مجلس الأمناء يقدمها السيد عبد العزيز الجسمي، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، أصحاب السمو والشيوخ، أصحاب المعالي والسعادة، الطلبة وأولياء الأمور، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع اليوم لنشهد حفل تخريج الدفعة الثامنة من جامعة المدينة بعجمان
والتي تضم 419 خريجاً في مختلف التخصصات. الحضور الكريم، لقد أصبحت جامعة المدينة منارة تضيء سماء عجمان الغالية ووجهة للطلبة من داخل الدولة وخارجها. يأتي ذلك بفضل الدعم الكبير الذي أولاه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي حفظه الله للجامعة، فكان الأب والقائد والملهم لكل طالب وطالبة. كما نستمد التشجيع الدائم ونستلهم علو الهمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، حاضن الإبداع والتميز، نبراس الفكر ومنارة العقل. وبالمتابعة الحثيثة للشيخ راشد بن حميد النعيمي ورؤيته الشاملة، انتقلت الجامعة نقلة نوعية خلال فترة وجيزة كان فيها خير ملهم للطلبة في مسيرتهم العلمية. الحفل الكريم، إننا في جامعة المدينة نسعى للتميز في الحوكمة الأكاديمية، ونطمح أن نكون الأفضل في المجال الأكاديمي إقليمياً ودولياً، ونتطلع إلى بناء شراكات أكاديمية هادفة والقيام بممارسات بحثية متكاملة. الإخوة والأخوات، باسمي وباسم إدارة الجامعة أود أن أهنئ الخريجين على مواصلتهم لرحلة النجاح التي بدأوها في الأعوام السابقة وسعيهم لتحقيق هدفهم المنشود للوصول إلى هذا الإنجاز الكبير الذي يتم حصاده اليوم. كما أنتهز الفرصة في هذه المناسبة السعيدة لأشكر أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية على جهودهم وإخلاصهم في عملهم، فهم جنود العطاء ومشاعل النور التي تضيء العقول، لهم منا كل التقدير والاحترام. ختاماً، نهدي هذا النجاح إلى ربان مسيرة التنمية والبناء والعطاء، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات رعاهم الله. ونؤكد لكم أن جامعة المدينة كانت وستبقى بيت العلم الذي يحتضن الجميع بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن مع كلمة ممثلي الخريجين يقدمها الخريج محمد كردي، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبإرادته تتحقق الطموحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الكرام. سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان ورئيس المجلس التنفيذي، سمو الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، سمو الشيوخ أصحاب المعالي والسعادة، السادة أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، الحضور الكريم، زملاء الخريجين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم السعيد يفعم القلب بالفخر والاعتزاز، والروح ترتوي بجميل اللحظات التي بذلنا فيها الجهد والعطاء ليتوج إنجازاً جديداً في رحلتنا العلمية والأكاديمية. ولذلك يتوجب علي باسم خريجي 2023 أن أتوجه بالشكر والعرفان لقيادتنا الرشيدة على إلهامهم وتشجيعهم ودعمهم المستمر للمسيرة التعليمية. كما أشكر إدارة الجامعة على توفيرها بيئة محفزة وداعمة للعلم والتعلم. ونقف وقفة منا امتنانا واعتزاز لأهلنا الكرام الذين كانوا وما زالوا الداعمين والمشجعين لنا. زملائي الخريجين، أهنئكم من القلب على وجودكم اليوم على منصة النجاح، المنصة التي سننطلق منها لمرحلة جديدة من حياتنا، مرحلة البناء التي من
خلالها سنشيد صروح المستقبل بسواعدنا وفكرنا الوقاد لنقود عملية التنمية المستدامة مترجمين رؤية قيادتنا الحكيمة، مرحلة تحول تحصيلنا العلمي إلى واقع حقيقي ميداني وعملي. لقد حققتم حلمكم ونجحتم بجدارة، نأمل أن تحملوا هذا النجاح بفخر واعتزاز، ولتكن دروبكم خضراء جادين السير بلا توقف، مؤمنين بقدراتكم على مواجهة تحديات المستقبل، لنعمل معا يدا بيد من أجل مستقبل زاهر ونصبح نبراسا وقدوة للأجيال القادمة. ختاما أهنئكم ونفسي بهذا النجاح، آملا لكم مستقبلا مشرقا أنتم سواعده البناءة ومشاعل نوره التي تضيء العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، يبدأ الآن التكريم لخريجي الدفعة الثامنة من طلبة الجامعة، وهي اللحظة التي طالما انتظرها الخريجون طويلاً. يشرفون الآن دعوة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي وسمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى منصة التخرج لبداية مراسم التخريج، كما ويشرفنا دعوة معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي إلى منصة التخرج. يتشرف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بتقديم درع الجامعة إلى معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي. كما يتشرف الشيخ راشد بن حميد النعيمي بتقديم درع الجامعة إلى صاحب السمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي. ندعوكم لالتقاط صورة جماعية تذكارية. في هذه الأثناء يتم التقاط صورة جماعية تذكارية للدفعة 2023. شكراً لكم، نشكر معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي، ونبدأ وإياكم مراسم التخرج مع خريجي الكليات. الامتياز مع مرتبة الشرف: محمد أحمد كرتي، البكالوريوس في إدارة الأعمال في إدارة الضيافة والسياحة. مريم محمد علوان سيلاونية، البكالوريوس في القانون. زين ألفريدو مونتيرو، بكالوريوس في إدارة الأعمال في التسويق. عنود صدام أحمد محمد، بكالوريوس في العلاقات العامة والإعلان. هبة سيف عبيد الخضر، البكالوريوس في القانون. هبة فايز خميس مبارك، الماجستير في إدارة الأعمال في إدارة الجودة الشاملة. سميعة يوسف مالم، بكالوريوس في إدارة الأعمال في إدارة نظم المعلومات. حنان إبراهيم كبربورة، البكالوريوس في إدارة الأعمال في المالية والمحاسبة. محمد معين ملالة الحوسني، البكالوريوس في العلاقات العامة والإعلان. سليمان داود محمد صالح، بكالوريوس في العلاقات العامة والإعلان. ناجي محمد نجاتي طيارة، بكالوريوس في العلاقات العامة والإعلان. ألا نزار غنام، البكالوريوس في العلاقات العامة والإعلان. والآن مع طلبة الامتياز: هبة محمود حمد، بكالوريوس في إدارة الأعمال في المالية والمحاسبة. يوسف عبد الله عبيد العلي، الماجستير في القانون في القانون العام.
نور ياسر عرفات البكالوريوس في إدارة الأعمال في إدارة نظم المعلومات. براء فضل أحمد المطار بكالوريوس في العلاقات العامة والإعلان. فاطمة عبدالله دسترينج البكالوريوس في إدارة الأعمال في إدارة نظم المعلومات. رنيم محمد لازغ دبلوم الدراسات العليا المهني في التدريس. بشائر زايد محمد الظفري بكالوريوس في إدارة الأعمال في إدارة الموارد البشرية. يسر أحمد محمد البكالوريوس في إدارة الأعمال في المالية والمحاسبة. عائشة أحمد خميس اليماحي البكالوريوس في العلاقات العامة والإعلان. أميرة إسماعيل سيد الحسني بكالوريوس في العلاقات العامة والإعلان. ألا محمد عقيد البكالوريوس في إدارة الأعمال في إدارة الموارد البشرية. إسماعيل محمد جاسم الحسني البكالوريوس في القانون. يوسف زياد محمد الحجاجي بكالوريوس في إدارة الأعمال. رياض أو ريم رياض حمزة الشمري بكالوريوس في إدارة الأعمال في الموارد البشرية. عبير نفيس قريشي نفيس أحمد البكالوريوس في إدارة الأعمال في إدارة الضيافة والسياحة. محمد ملالله فلاحي بكالوريوس في العلاقات العامة والإعلان. عثمان دحام العثمان دبلوم الدراسات العليا المهني في التدريس. الماجستير في القانون الخاص شريف عبد الرحمن إبراهيم يوسف الحلالي. عبد الله علي عبد الله سنان الشحي. الماجستير في إدارة الأعمال في إدارة الجودة الشاملة نجلاء يوسف عبد الله الكثيري. أحمد محمد روان خليفة عادل الحمادي عبد المحسن محمد الجابري. البكالوريوس في القانون إسراء عثمان حميد. أسماء عبد الرحيم آل علي حنان غلام خالصي خديجة محمد الإدريسي خولة صديق محمد عبد الرحمن حوكل رضا ناصر النجار زينب علي البلوشي سعاد جاسم البلوشي شمة ثاني السويدي شهد مروان الشلتوني شوق عبيد الزحمي شيمة أحمد خزام عائشة عتيج المهيري عديجة محمد المهيري عفرة عبد الله المازمي فاطمة دوشنب البلوشي فاطمة فكري البركاني مريم سالم الجهضمي منال محمد جلال نوال أحمد الأنصاري نورة عبد الله يوسف هديل غالب يوسف ياسمين محمد زائري إبراهيم أنور الرئيسي إبراهيم حسن أحمد عبد المطلب الطيب أحمد محمد التميمي إسماعيل راشد الطنيجي أحمد صالح الطنيجي جاسم عبد الله المازمي جمال موسى الجسمي حسن عباس أحمد حمدان بن سالم البلوشي أحمد إبراهيم إبراهيم أحمد سعيد الفلاسي ذو الفقار زياد كناني راشد إبراهيم آل علي راشد عبد الله أبو مختار سالمين قاسم قاسم سعود عبد الله الشامسي سلطان سيف السويدي سيف إبراهيم البلوشي سيف غالب البلوشي عبد الرحمن عبد الله السويدي عبد الله جاسم العلي عبد الله علي المعمري عبد الله علي الشدي عبيد سلطان السويدي علي عبد الله المنصوري علي هزيم الكتبي عمر أيمن الحروب فيصل ناصر آل علي محمد جمعة التميمي محمد هندي البلوشي محمد يوسف الحمادي مصعب مجدي أبو قنايا ياسمين عبد السلام الصوفي.
البكالوريوس في العلاقات العامة والإعلان تخصص العلاقات العامة. بكالوريوس في العلاقات العامة والإعلان تخصص العلاقات العامة. إيمان أحمد الحمادي، إيمان حسن الرئيسي، بدور نجيب المشرخ، حمدة نجيب الشيزاوي، خديجة راشد العبدولي، ريم عبد الله الكتبي، ريم ناصر الكتبي، ريم ناصر مصبح الكعبي، طيبة حامد الرفاعي، لطيفة سعيد الكتبي، مريم محمد الياسي، هالة عبد الباسط أحمد، هدى عبد الباسط أحمد، هدى علي عوض، أحمد محمد الجسمي، أحمد نبيل مراد، جاسم أحمد محمد الحرمي، حمد محمد الكربي، حيدر حسين رشنبادي، راشد عبد الله محمد، راشد ناصر الياسي، سالم راشد العليلي، سعود عبد الحميد الجسمي، سعيد معضد الكتبي، سلطان سالم باهارون، سيف خليفة الطنيجي، صالح عمر الشمري، عبد الله راشد النقبي، عبد الله يوسف الجسمي. علي عبد حسن حسن، عمر راشد الحبسي، عيدان خيري محمد، ماجد عبد الله الشحي، محمد حسين رستم رشنبادي، محمد عبد الله سالم الطنيجي، محمد نضال محمود عمر، معضد حمدان خليف الكتبي، منصور حمد محمد الخاطري، مهند علي أحمد الشحي.
والآن مع البكالوريوس في العلاقات العامة والإعلان تخصص الإعلان، ابتسام إبراهيم المازمي، أروى قيس الحصيني، أسماء محمد الديواني، حصة محمد علي، خولة جاسم الحمادي، شيخة حسن الرئيسي، عاش هلال الكعبي، علي عصام محمد، علي محمد محمد، فاطمة أحمد زادة، مريم رستم مراد البلوشي، موزة أحمد الضنحاني، ميرة حمد آل علي، هدى سالم ناصر العتيقي، هند جاسم الحمادي، يسرى عمار ياسر السويلمين، أبو بكر عبد الرحمن عبد الله العوضي، أحمد محمد علي غلوم، حسن عبد الوهاب الحوسني، خالد عزيز عبد الله، خليفة سلطان العليلي، سيف سعيد الشحي، صلاح أحمد المنصوري، عبد الله جاسم الحوسني، عبد الله حمد جبر السويدي، عبد الله فاضل آل علي، عبيد سالم محمد سعيد الراشدي، مبارك سالم الكتبي، محمد صالح الحمادي، محمد علي الراشدي، يوسف عبد الله الأحمد. البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص إدارة الموارد البشرية باللغة العربية، أسماء حسن الرئيسي، اعتدال غسان النجار، أمل أحمد العبيدلي، أمينة علي المطروشي، آية يونس الخزندار، بشائر علي الجسمي، حليمة حسن الشامسي، خديجة محمد البلوشي، خولة حسن المرزوقي، رجاء حلمي محمود سويس، روضة حسن الملة، سارة سعيد المهري، سارة مسعود الظهوري، شيخة راشد الزرعوني، طاهرة حسن آل علي، عيشة حسن الشحي، عبير غالب قطبي، عفرة سلمان عبد الله، عفرة مصبح الزعابي، علي محمد المازمي، فاطمة جميل الشرجي، فاطمة علي الشحي، فاطمة عيسى الياسي، فاطمة محمد العوضي، قمر محمد عوض، ليلى إسماعيل المنصوري، مروى أحمد المرزوقي، مريم عبد الله الأنصاري، مريم غازي غازي، مريم محمد البلوشي، مريم محمد أبو بكر، منى هادي السعدي، ميرا عادل بن سيفان، ميرا عمير عبيد الكتبي، نور أحمد محمد غانم، نورة علي آل علي، هنا عبد الله سالم محمود، وضحى راشد الشحي، إبراهيم أحمد الشحي، إبراهيم عبد الله عبيد آل علي، إبراهيم محمد أصل، أحمد محمد محمود العوضي، حامد عبد الله أحمد، حمد راشد خميس السويدي، حمد عيسى أحمد الجودر، حمد محمد إبراهيم الحمادي، حمدان إبراهيم محمد الزرعوني، خالد محمد بن سرور الكتبي، خليفة بدر الحوسني، راشد سيف النعيمي، زكريا حسن الأميري، سامي محمد الحيح، سعيد حسن خلف العليلي، سعيد سالم المهري، شوقي صبحي الجندي، صالح عبد الله آل علي، عاصم إبراهيم محمد، عامر سعيد الكعبي، عامر عبد الله حسين آل علي، عبد الله خليفة الفلاسي، عبد الله أحمد إبراهيم البلوشي، عبد الله محمد بامهدف، عمر محمد الجسمي، عمر هارون العوضي، ماجد محمد محمد، مالك أحمد صالح الشحي، محمد إبراهيم يوسف الحمادي، محمد بن صالح الشحي، محمد خليفة الشامسي، محمد عبد الجبار كشباش، محمد عبد الرحمن الوهني، محمد عبد الله الزرعوني، محمد عبد الله سليمان، محمد ناصر الشامسي، محمد يعقوب المازمي، ناصر سعيد الطنيجي، يوسف حسن أحمدي، Thank you.
بكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص إدارة الموارد البشرية باللغة الإنجليزية الشيخ عاشا عبد الله بن راشد النعيمي، اليازية محمد حمود الجندي، إيمان عبد الله أحمد، جواهر حسين النقيب، ريم خالد التميمي، سدرة منور حسين، شفيق فاطمة صمداني، شميمة محمد الدين، شيخة حسن محمد الحمادي، شيمة بشير أحمد، عفيفة خان شمس الدين، مريم إبراهيم البلوشي، مريم سالم راشد الشامسي، ندى محمد حسن خليفة، نور أحمد خليل، نور محمد الطويل، يسرى أحمد زادة، ديمة سمير عبد الهادي، عبد الرؤوف جمعة السليماني، غانم محمد الخزعلي، فارس حمدان الزعابي، محمد حمدان العرياني، محمد درويش طيفان، محمود صالح محمد الطرمومي. البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص إدارة الضيافة والسياحة خالد محمد العويس، أمل إسحاق حسن، آية فيصل المغربي، دعاء أسامة قاسم، لاريب أكبر محمد أكبر، موز حسين الشامسي. البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص المالية والمحاسبة إقراء منور حسين، أمينة عبد الله الأنصاري، خديجة ناصر الكثيري، ريان نبيل جميل، سارة طارق المعمري، سارة يوسف آل علي، سميرة عمر عثمان، سميرة أرشد بيك، ماجدة محمد عباس، مريم سبيل عبد الرحمن المازمي، إبراهيم سيف علوان المعمري، أحمد رامي إبراهيم شحيط، روهيت شارما، سعود خالد سعيد سالم سويدان، سعيد مجيد غلا محسني، شريف درويش قطيفان، عبد الله عمار دنورة، محمد مبشر يونس. البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص إدارة نظم المعلومات حلا سامر صادق أحمد، شيخ عبيد السويدي، عايش حميد العليلي، عنود فخري ذياب، أحمد الشفيري، عمر حامد الكتبي. البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص التسويق أحلام محمد أحمد باجبير، إيمان عزمي عاشور، آمنة زبير أحمد شيخ، تمنى برفين، دعاء مصطفى النحاس، ديمة وائل أبو حصيرة، عايشة علي محمد، ميسم محمد النعيمي، أحمد حسين الشنطي، إسحاق محمد إسماعيل، خالد وليد عبد القادر محمد. زيد مهند عليان، سيف عبد الله مكارم، صميم صمدي، عبد الله إبراهيم تاج الدين بن عبود، فهد عبد الله، ماجد أبو العكاس، محمد سفيان أحمد عثمان، محمود محمد خطيب،
والآن نستدعي السيد عبد الرحمن أمين الشرفاء إلى المنصة. شهادة تقدير من صاحب من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي للسيد عبد الرحمن أمين الشرفة. نشكر أصحاب السمو وأصحاب المعالي. إلى هنا نأتي وإياكم لنهاية هذا الحفل الكريم وبداية حياة علمية مثمرة، نتمنى من خلالها التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Congratulations! مبروكين التخرج. Graduates! يلا استعداد. We're gonna throw the cap. Little. One, two, three. Congratulations! تحكي الشمس الحكاية عن مسيرة رحلتي عالصباحات الطويلة جيت بالخطوة الصغيرة كيف تكبر خطوتي عن نجاحاتي ومكاني والتخرج وفرحتي هذه اللحظة الجميلة الواحد عشان تنتمي هنا تتباهى المدينة وتشهد لنا ما نصتي عن بعد وصل تحتوينا وكان التعلم غايتي اجتهدنا ومضينا وحلمنا به نحتفي هذه اللحظة الجميلة الواحد وعشرين تنتمي فينا تتباهى المدينة وتشهد لنا منصتي عن بعد فصل تحتوينا وكان التعلم غايتي اجتهدنا ومضينا وحلمنا به نحتفي عن مسيرة رحلتي عن صباحات طويلة عن صفوفي وصفحتي جيت بالخطوة الصغيرة